Ausbildung Weiterbildung 3 سنين ممكن يكون يعادل الجامعة. هاي المعلومات المهمة كلها حتى أخذها معي أنا عبد الهادي بضمن هذا الفيديو من قناة نحن في ألمانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب يا صبايا، إن شاء الله تكونوا بكل صحة وعافية. على فكرة هي كلمة شباب تشمل الشباب والصبايا، فأنا كتير بقول مرحبا شباب، فأنا ما بقصر هون فقط فئة الذكور أيضا الإناث. أهلا وسهلا فيكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بكل صحة وعافية. رمضان مبارك، اليوم 12 رمضان، إن شاء الله يكون الصيام سهل عليكم وما عم تلاقوا صعوبة. أنا عبد الهادي، رجعت لكم اليوم بفيديو جديد من قناة نحن في ألمانيا، في أزن إن دويتشلاند. نحن السوريين، العراقيين، اليمنيين، المصريين. كان في تعليقين ثلاثة الفيديو الماضي بيحكوا إنه أنت دائما بتخص بالحكي السوريين، بتقول السوريين السوريين. أنا ما بقصد أي شخص، يعني أنا ما بقصد جنسية معينة، بس أنا بعتبر أو عندي تفكير ذاتي أو داخلي إنه أغلبية متابعين عندي سوريين، فلذلك أنا بتسقط مني سهوا كلمة إنه للسوريين، بس هي بشكل عام أنا بقصد كل الجنسيات يلي عم تتابع الفيديوهات عندي، اللي عم تتابع الدراسة، الحياة بألمانيا. أنا اللي بيعرفني على الأرض الواقع بيعرفني إني ما بحب كتير فوت موضوع الجنسيات، وبعتبر هي جنسية عبارة عن أوراق فقط لا غير للواحد يعيش على هالكرة الأرضية اللي نحن عايشين عليها، ما بتتدخل بأي شيء بأخلاقه أو من صفاته، هي الجنسية بتجي فقط ورق. وحقول بسم الله الرحمن الرحيم وبرحب بكل الجنسيات الموجودة على القناة، وحقول بسم الله الرحمن الرحيم. كتير في أشخاص بتقلي أنا أفضل الدراسة الستوديوم أو الأوسبيلدونج، أنا ضايع. هذا الجواب أنا ما بقدر، أو هذا السؤال أنا ما بقدر جاوبك عليه، لأنه بيختلف على حسب الشخص، هل الشخص قادر أنه يدرس جامعة أو لا؟ يعني هي الجامعة أسهل من الأوسبيلدونج أو العكس؟ ما فيني اقول لك هيك، لانه كل اختصاص فيه له طريقه دراسه معينه. ايام بتلاقي أوسبيلدونج هو عباره عن 4 سنين، يعني 8 فصول، يعني اكثر من 6 فصول الجامعه، فتخيل قديش كم المعلومات بهذا الأوسبيلدونج اللي انت حتحصل عليه بالاضافه للخبره العمليه اللي انت حتحصل عليها. فلذلك الأوسبيلدونج ايام كتير هو بيكون بمرتبه الستوديوم، بمرتبه الجامعه. طيب كيف هيك؟ رح احكي اليوم عن اختصاص معين هو موجود عند مركز او سلسله محلات الوورث، يلي هي عباره عن مثل محلات التدي، محلات الاكسيون، ببيعوا البضاعه، تاجر فرق مثلا مثل صوف، ديكورات، غذائيات بسيطه، يعني اكيد الكل بيعرف هذا المحل. فهذه السلسلة بتقدم لك انت دراسة معينة، بتساوي فيها 2 سنين أوسبيلدونج كأينسل هاندل، بعدين بتبعها فورا بضمن البرنامج فايتابيلدونج لتصير انت مختص اكتر، اسمه فاخفيرد. يعني انا بطلع مثلي مثل الجامعة نظريا، نعم تقدر انك انت تطلع وتعتبر انه عندك كم هائل من المعلومات وكم هائل من الخبره العمليه. طبعا لا ننسى نحن انه اللي عم يساوي أوسبيلدونج عم يشتغل وعم يدرس بنفس الوقت، يعني عم يخلص الأوسبيلدونج فعليا فورا على الشغل، هو جاهز من كل شيء ليقدر يفوت على سوق العمل بالمانيا بشكل مباشر، ان كان من مستوى اللغه، ان كان من الكلمات التخصصيه، ان كان من كل المعلومات اللي هو بحاجتها، بالتواصل مع العالم، بسهوله الدراسة، سهولة التواصل. يعني انت عندك قدرة لتفوت على سوق العمل اسرع من الجامعة. انا هذا طبعا وجهة نظري الشخصية، طبعا لكل قاعدة استثناء. طيب يعني انا لما فوت على هي السلسلة، على هي سلسلة المحلات وساوي هذا الأوسبيلدونج، بقدر اني اشتغل فورا واعتبر اني عملت أوسبيلدونج وفايتابيلدونج؟ نعم تعتبر بهذا الشيء. طيب شو الشروط؟ ابشر معلم، رح اقول لك شو الشروط. الشروط انه اول شيء يكون معك انت ابيتور، يكون معك بكالوريا من خارج المانيا، سوريا، العراق، اليمن، مصر، الخ، من كل الدول العربية. وطبعا اذا انت اخذها بالمانيا فهذا الشيء كافي، اذا انت اخذها من برات المانيا فلازم تعادلها تساوي لان اركنونج. وعندك رقم 2 ريال شوله. بهي الحاله اذا انت معك هدول الشهادتين بحق لك تقدم على هذا الاختصاص اللي انا اليوم عم بحكي عنه. مستوى اللغه، طبعا سؤال حينسال بضمن التعليقات، مستوى اللغة يا صديقي العزيز يا أيها المتابعون العظماء هو بيختلف على حسب لغة الشخص. في أشخاص كتير لغتها بتلاقيها بي أينس، بس هو سابق الأشخاص اللي مع بيت ساي وتسي أينس، تواصله كتير عالي، بتلاقي عنده طلاقة بالحكي. فلذلك أنا ما فيني حدد كعبد شو هي الشهادة اللي بطلبوها. بضمن الأوراق أو بضمن البروشور الصغير هن مو حاطين مستوى لغة معين، بالفورشتيلونز كشبريخ ببين معهم هل أنت قادر على التواصل معهم أو لا. يعني بجوز يكون معك بي أينس وتغطي على الأشخاص اللي معك سي أينس وتحكي بشكل جيد جدا ويقبلوك على أساس هي الشهادة. أما الشروط الأخرى فهي شروط نفسية أكثر من شروط ورقية.
شو بقصد؟ معناته انه انت يكون عندك حب لهي المهنه، انت عم تشتغل بالاخير بالاينسل هاندن، عم تشتغل بضمن محل، ممكن تكون حسابات، ممكن تكون بيع، ممكن تكون اداره، كل اختصاصات الكاوفمانيش اوسبيلدونج انت فعليا حتلخصها بضمن هالثلاث سنين اللي هي اوسبيلدونج اوند فايتابيلدونج. بهي الحاله انت لازم يكون عندك حب لهي المهنه وشغف لهي المهنه حتى انت تقدر او انت تستمر فيها. رح احكي هلا عن المهام اللي بتكون موجوده عندك لتقدر انك انت تفوت بسوق هذا العمل. رقم واحد، لازم انت تعتني بالبضائع دائما، تشوف شو هو النقص اللي عندك اياه. لازم يكون عندك خبرة عملية على الكاسة، الريشنونج، يكون عندك لغة التواصل او وسيلة التواصل مع الزبائن. اذا سألت اي سؤال، وين البضاعة الفلانية، او انت مع ايام لا تنسى انك حتصير ربما فليالة لايطة، يعني حتصير انت مسؤول عن الفليالة كله. هون بهالحالة صار عندك انت مهام الحسابات بشكل كتير كبير. فلذلك لازم انت خلال الفترة اللي بدك تدرس فيها الاوسبيلدونج والفايتابيلدونج تفوت بقوة لتقدر تأثبت حالك بعد التخرج فورا وبفترة كتير قصيرة. صدقني اذا انت او انت بتتعبي على حالك، ممكن انك انت تصير فليالة لايطة، هيك اسمه، مدير قسم او مدير هذا الفرع، وبتقدر انك انت تشتغل ويتحسن الراتب اكتر واكتر. المدرسة، سؤال حلو. المدرسة انت بهالحالة بتكون بلوك انترشت، يعني الولورث هو بيقدم لك 3 شهور مدرسة او اسبوعين او 6 شهور، وبعدين مقابلهم بيكون هو عندك عمل. يعني ما بتروح انت كل اسبوع على المدرسة 3 ايام او يومين وعلى الشغل الباقي، لا، انت بتروح على المدرسة لمدة 3 شهور متواصلة بدون انقطاع للعطل الرسمية، وبعدين بس تخلص 3 شهور بتتجه فورا الى العمل وبتبلش شغل، وبعد فترة كمان بترجع المدرسة. هذا شيء اسمه بلوك انترشت. بعد ما تخلص السنتين بيكون عندك فحص اسمه أبشلوس، بروفونج أبشلوس. بهي الحالة انت بتخلص هذا الفحص وبتحصل على شهادة من الإيهاكا أينسل هاندل كاوفمان. بعدين بعد ما تخلص الفايتا بيلدونج اللي هو مرتبط فورا بهذا البرنامج، بتحصل على شهادة اسمها جبروفتا هاندلز فخفيرت. بتصير انت مختص بنفس المهام كلها اللي أخدتها، بس بيصير شيء اسمه اختصاص أكتر، تخصص أكتر، بتزيد مهامك أكتر وبيزيد الراتب أكتر. ما نقطة الراتب؟ ليش هيك جدي كتير؟ بنعيدها. اما نقطة الراتب فهي بتكون عندك من اول شهر لحد 16 شهر او 18 شهر، يعني لحد السنة ونص، انت بتاخد 1000 يورو بروتو. بتختلف على حسب الشخص قديش بتطلع نيتو بعد التصفاية. عندك الاشتراك كلاس تغاي ايس، بتختلف طبعا. بعدين بتنتقل انت من 19 شهر لحد 36 شهر لحتى انت تتمم الاوسبيلدونج والفايتابيلدونج عندك، هون بتحصل على 1650، يعتبر الراتب جيد على حسب اختصاص بضمن هذا المجال، وايضا بحسب اوسبيلدونج، يعني الراتب نوعا ما جيد وممكن يكفي الشخص العزابي بعد السنه ونص وما يحصل على مساعده من البي اي بي او من الجوب سنتر او الفون جيلد. طبعا تتوقف على حسب عقد السكن عندك. اذا انت او انت تابعتوني لحد هاي اللحظه، فتاكدوا انكم حصلتوا على معلومات جدا قيمه، بس لسه في الضربه او المفاجاه الاخيره هلا بالميزات الهائله اللي انتم حتاخذوها من هذا الاوسبيلدونج او الفايتابيلدونج. شو هي معلم؟ رقم واحد، عد معي على اصابعك. واحد، حيكون عندك مساعده سكن فون جيل بدون ما تروح تقدم على الفون جيل، حتاخذ منه تسوشوس للسكن. طبعا هذا بغض النظر عن الراتب اللي انت عم تاخده اللي هو 1000 يورو اول شيء او 1650 يورو. فاينختسجيلد أورلاوبسجيلد، حيكون عندك بطاقة تخفيضات على القطارات بانغارد 50% على كل القطارات، أو على الأقل بضمن المقاطعة اللي أنت فيها. هي نقطة أنا مالي متأكد منها، هنا مو شارحينها كتير. حيكون عندك أيضا إذا بدك تشتري من عندهم شيء اسمه بيرسونال رابات، خصومات على الأشياء اللي أنت حتشتريها بضمن الفليالة اللي عم تشتغل فيها. فعندك ميزات كتير مهمة. رقم واحد الاوسبيلدونج والفايتابيلدونج، اثنين ببرنامج واحد 3 سنين حيجمعوا لك اياهم، وكل ميزات انا حكيت عنها. وبعد التخرج تأكد انه عندك فرصة عمل موجودة بضمن الفليال اللي انت عم تشتغل فيه او بضمن اي محل موجود لضمن هاي السلسلة. قلت ضمن كتير، بس ما حقطع بالمونتاج، حخليها مثل ما هي. وهيك بهي الحالة بكون وصلت لنهاية الفيديو. بتمنى من كل قلبي اني كون عطيت معلومات جيدة تستفادوا منها. بتوصيف الفيديو تحت، نعم تحت قدام زر الاشتراك لتحته شوي،
في عندك رابط بتقدر تستفاد من كل المعلومات اللي أنا حكيتها هون وتقراها باللغة الألمانية، تبعتها لمين ما بدك. إذا عجبك هذا الفيديو ضغط زر لايك، تعليق حلو، ومشاركة مع كل أصدقائك اللي ممكن تعتبرون هذا الفيديو بيهمون. حقلكم إن شاء الله تضلوا بصحة وعافية، وإذا عشنا الفيديو القادم بشوفكم على كل خير. محبكم عبد الهادي، لكم مودتي وتحياتي، والسلام عليكم.